أنا كل شيء يفيد الكويت يريحني ويريح جميع الناس اللي يعرفون الحق. بس ولكن في نقطة هني، إذا مثلا وافد وصراحة في يعني حالته حلوة وطيبة ومحصولة زين، لا أيد الشيء هذا. بس بالنسبة حق الناس اللي ما اللي ظروفها ضعيفة أو 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 يعني 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 المورد ماله ضعيف معاشه نعم، فهذا أنا أقول يعني عليه يعني صعب شوية. لكن اللي عندهم وكذا وعندهم ماردهم طيب لا أوكي ما في مشكلة. قصدك مثل منو يعني معاشه طيب أو مورد طيب؟ يعني في 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 ناس وافدين يشتغلون وتعرفونهم الكل يعرفهم، معاشهم على 6000 5000 4000 3000 2000 1500 معقولة؟ موجودين في احنا ما يعني نسميهم بالاسماء بس ولكن الدولة تعرفهم. وفي ناس عندهم محلات وعندهم كذا خير من الله صح ولا لا؟ طيب هذا اجيبه بالكادح الفقير المسكين اللي يدوب يعني يطلع قوت يومه، يعني هم بعد تبي لها وجهة نظر الامور هذه. لازم فيها أنظمة ومعايير معينة لتنفيذ هذا القانون. طبعا طبعا لازم فيها أنظمة وفيها كذا، وإن شاء الله يعني أنا واثق الأنظمة موجودة. بس أنا مثل ما قلت إني مع يعني الـ هذا القرار بالنسبة لذوي الدخل يعني طيب، أما إيه أما ذوي الدخل المحدود المساكين هذولا يعني أرحم ترحم صح ولا لا؟